الرحلة الجميلة. أشكر أسرة تيرس بنادي وبهنيهم على النتائج العظيمة اللي حققوها في بطولة العرب، بنات تحت 13 سنة وأولاد وبنات تحت 13 سنة على المستوى الفردي ومستوى الفرق. بهني كل ولادنا الفائزين في البطولة بتاعت النادي السنة دي وبتمنى لهم إن شاء الله مستقبل عظيم. بشكركم وكل سنة وأنتم طيبين وعقبال كل سنة. بشكر الدكتورة رشيقة على واللجنة بتاعتها على المجهود الكبير اللي بتعمله لإخراج البطولة دايما هذا الشكل وهذا المستوى. شكرا جزيلا لكم وأنتم طيبين.